خيم الشواطئ في جنوب سيناء تقدم جانب مختلف لمصر، ده عنوان تقرير مهم جدا نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية حول شواطئ نويبع. نويبع الجميلة الهادئة الاستثنائية، المنتجع السياحي الجاذب لعدد كبير جدا من السياح، يعتبر وجهة ومقصد سياحي مهم جدا على خريطة السياحة العالمية. التقرير بيقول لنا ان نويبع بتوفر ملاذ هادئ، في نوع من السكينة، وكمان في مذاق أصيل لحياة الشاطئ. الاندبندنت قالت في تقريرها ان الشواطئ دي بتوفر وبتدي للزوار فرصة انهم بقى يمارسوا مختلف الأنشطة اللي بتخليهم يبقوا هاديين، غطس، قراية كتب، تأمل طبيعة، انهم يبعدوا عن التليفون اللي بقى مشكلة كبيرة جدا في حياتنا وما بقيناش نقدر نسيبه. يعني في ناس كتير جدا بتصحى بالليل تبص على النوتيفيكيشن اللي عندها وترجع تكمل نوم تاني. الكامبس اللي موجودة في الشواطئ في سيناء بتقدم اسلوب حياة كده سهل، تخليك قاعد مسترخي، قاعد مستمتع بالحياة، قاعد عايش عيشة المجتمعات البدوية القديمة جدا، بتخلي الضيوف يحسوا كده بالعزلة المحببة، عندهم نوع من انواع تبطيء الايقاع، بيبطئوا ايقاع حياتهم بحيث انهم يبقوا شايفين صحراء وبحر ومتعه واكل كويس وجو متزن، حاجه بتبقى فيش رائعه جدا. منا احنا بنتكلم على نويبع الجميله. نويبع بالمناسبه كانت واحه صحراويه منعزله تماما، تحولت هذه الواحه في ظرف سنوات الى منتجع سياحي جميل. احنا بنتكلم على الكامبس او الكامبات اللي زي ما بتقول عليها منا، كل حاجه مصنوعه من الطبيعه، يعني الكامبس دي معموله من جريد النخيل، حوالين الرمال زي ما احنا شايفين في الصوره، لون المياه الفيروزيه الجميل الازرق، الاجواء الممتعه، حاله الهدوء والسكينه، انت بتعيش ايام مع الطبيعه بعيدا تماما عن صخب الحياه، عن الدوشه، عن اي مشاكل ممكن تواجهها. الاندبندنت بتقول لنا انه الكامبس دي بتوفر سبل كتيره للراحه، بتخلي الاقامه خاليه من التوتر، خاليه من القلق، مفيش اي نوع من الزحمه، انت في احضان الطبيعه البكر زي ما بيقولوا، مكان مليان فرص واعده عشان تهدي من اعصابك وتستمتع بالهدوء الاستثنائي اللي صعب تلاقيه في مكان اخر. نويبع مميزه، لها مزايا كتيره جدا. الفتره اللي فاتت كمان شفنا جهود كبيره من الدوله، وزاره السياحه للاهتمام بهذه المنطقه او هذه الواحه اللي تحولت الى منتجع سياحي. شفنا طرق جديدة، الطريق الدولي اللي هو دهب نويبع، رفع كفاءته، شفنا كمان تقديم خدمات كثيرة جدا في نويبع اللي بيخليها نقطة جذب سياحية مهمة جدا في خريطة السياحة المصرية. عدد كبير من الكامبس الشاطئية اللي موجودة على طول الواجهة البحرية طبعا مشهورة جدا في العالم كله، الشعب المرجانية والمية الفيروزية دول أكتر حاجة بتميزهم، عشان كده بنلاقي مطاعم كتير جدا موجودة في المنطقة دي علشان تقدر تمثل يعني أو تقدر تقدم خدمات للسياح. ده بيخليك بقى تستمتع بيها كرحلة لليوم الواحد أو إقامة لليلة واحدة. يمكن ناس كتير ما كانتش متعودة تروح نويبع، لكن يمكن مع تحسين الطرق الوضع اختلف خالص والناس بقت بتستمتع جدا. يمكن برضو من الحاجات اللي كانت بتخلي الناس ما تروحش نويبع انهم حتى الناس اللي بتبقى بتدور على الإقامة اللي هي عودة فيها للطبيعة، ان كان بيبقى فيه شوية تفاصيل كده حياتية بتبقى ناقصة، يعني يبقى فيه مثلا المكان مكيف، يبقى فيه شبكة انترنت حتى وان كانت مش هتستخدم طول الوقت، لكن مؤخرا الموضوع اختلف تماما، الإقامة بقت هايلة وبقى فيه اماكن كتير وفي منتهى النظافة الكامبس دي وبأسعار مناسبة جدا جدا. أكيد اللي عنده فرصة إنه يروح ما يترددش أبدا. نصبح على حضراتكم، صباحكم كله خير ورزق يا رب. صباح الخير يا مصر.